هكذا تبدو شوارع وأحياء مدينة عتق، المركز الإداري لمحافظة شبوة. تراكم النفايات وتراجع لمستوى النظافة بشكل لا نظير له، فعمال البلدية وصندوق النظافة والتحسين يشكون من شحة الاعتمادات المادية ونقص المعدات اللازمة لرفع المخلفات. احنا نعاني عدة مشاكل، من أهمها لا يوجد لنا قلابات لرفع مخلفات القمامة في المحافظة عتق بشكل عام، فهذه محافظة من المفروض اعتماد لنا قلابات. كانت توجد معنا قلابات في السابق لكنها إيجار، ومع وجود هذه الفوضى سحبت هذه، والآن لا نعاني أول من المشكلة الأساسية هي القلابات. إضافة إلى ذلك امتناع عمال النظافة عن مزاولة أعمالهم بعد تأخر رواتبهم لأكثر من 4 شهور، مما جعل النفايات تتكدس بهذا الشكل بعد غيابهم. عمال النظافة يجب أن ينتشرون هنا في مدينة عتق في شبوة بشكل يومي أظن، لأن عامل النظافة لا يقدر بثمن، فالواجب عليهم، واجب على المجتمع بأسرة بأكمله أن يتعاملوا مع عامل النظافة بكل أدب واحترام، ويجب علينا أن نوقر هذا الشخص بكل ما نستطيع، أقل كلمة نقول لها يعني شكرا، هذا أقل واجب علينا أن نقوله. البعض هنا لا يعفي السلطة المحلية من القيام بدورها في توفير الحد الأدنى من الإمكانيات لتحسين مظهر المدينة وإنقاذ السكان من كارثة قد تتعدد أضرارها. هناك توجد هيكلة موجودة داخل المحافظة في المجلس المحلي وبالمحافظة كامل، وهي مسلسلة من إدارة المحافظة كامل إلى إدارة البيئة الموجودة داخل المحافظة، وهذه تتحمل مسؤوليتها وميزانيتها. تمام، نعرف أن الآن موجودة أزمة في الميزانية وفي عملية التشغيل في كل مكان، مش إلا في المحافظة، لكن في هناك دخل موجود. أين هي بالنسبة للنظافة؟ أين يعني رصيد النظافة في المحافظة من هذا؟ مع غياب دور الجهات المعنية، شهدت المدينة في الشهور الماضية العديد من الحملات التطوعية لتنظيف بعض الشوارع والأحياء، شارك فيها الأهالي وطلاب المدارس، فهؤلاء لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المناظر التي تحاصرهم من كل اتجاه. تراكم النفايات في مدينة عتق ليس إلا انعكاسا طبيعيا لما فرضته الحرب، وما يزال المواطن هنا في انتظار لحظة التخلص منها وما خلفته من معاناة. من محافظة شبوة لقناة بلقيس، إبراهيم حيدرة.